الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. لم يدخر الرسول صلى الله عليه وسلم جهدا في هداية الناس إلى الإسلام، ولكن بقي المعاندون على عنادهم وأصروا على كفرهم، ولم يلتفتوا إلى الحجج والبراهين والأدلة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يطيب نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسلي ويسري عنه. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا كباقي البشر. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما عليك إلا البلاغ، وليقبل منهم من يقبل، وليأبى منهم من يأبى. فتلك عادة الكافرين في كل زمان ومكان، فإن كذبوك فقد سبق وكذب رسل من قبلك، كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، جاءوا بالبينات والآيات والمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. والزبر، ومعنى الزبر الصحف المكتوبة المنزلة من السماء وما فيها من مواعظ وزواجر. والكتاب المنير الذي ينير فيبين الحق من الباطل، الكتاب المشتمل على سعادتهم في الدنيا والآخرة. ولنا هنا وقفة: كانت معجزة موسى عليه السلام العصا واليد وانفلاق البحر وغيرها من المعجزات، أما التوراة فلم تبقى، فقد حرفت وبدلت وضيعت. وكانت معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وإحياء الموتى بإذن الله، وغيرها من المعجزات. ولم يبقى الإنجيل أيضا، فحرف وبدل وضيع، بينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين. فكان لابد للقرآن أن يكون كتابا معجزا في كل زمان ومكان، كتابا يهيم بالقلوب والعقول. وما من إنسان يفتح قلبه للقرآن ويكون منصفا مع نفسه إلا وتبين أن القرآن هو من عند الله. وذاك هو الفرق بين القرآن وغيره من الكتب السماوية المنزلة. جزاكم الله خيرا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.